سهرة مفتوحة يقدمها طاهر أبو زيد. عالم ومفكر وقلم وقلب، أيها السادة، السهرة المفتوحة الليلة مع الأستاذ الدكتور حسين مؤنس. أهلا يا دكتور. مساء الخير. أهلا وسهلا. عاوز أقول لك حاجة الحقيقة، أنه طال العهد، يعني نحن في بداية عهدنا بالإذاعة كنا تلاميذك، وكنت بتبعث فينا نشوة جميلة جدا وأنت تلقي بأحاديثك في الراديو، ثم جاء الزمان كعهده وباعد بيننا، وأنت رحلت كثيرا وسحت فكريا، عملت سياحات فكرية هائلة في شتى المجالات، والآن نلتقي مرة أخرى مصادفة في القاهرة. فالحقيقة يعني أي جمال وأي دين أحمله لهذه الصدفة؟ أرجو أن لا تبالغ في التعبير حتى لا ينتظر السادة السامعون مني أكثر مما أستطيع. هذه مصادرة. لأنني في حقيقة الأمر لا أصل إلى ربع ما ذكرت، وخير لنا أن ندع الحكم على أفكاري وآرائي للسامعين، وأنا راض بحكمهم. عظيم. لازال أحس بالقلق الفكري اللي كنا بنشوفه من زمان، مش عاوز أمدح كتير عشان تقوليش ما تمدحنيش، لكن مع هذا القلق أشاهد الآن الشعر الأبيض يتوج رأسك. ماذا أخذت من حكمة الزمان؟ والله الإنسان يتعلم كل يوم، والأيام بتعلمنا إذا كنا عاوزين نتعلم، إنما في ناس بتمر عليها الأيام والسنين دون أن يتعلموا شيئا، ونحن نحمد الله على أننا نحاول أن نستفيد من الأيام، وأن الشعر الأبيض الذي يتشائم منه الكثيرون قد يكون أعطى مردودا بتحسين أو رفع مستوى الحالة العقلية أو توسيع الأفق أو جعل الإنسان أكثر فائدة لإخوانه. والله إنه تاج جميل على رأسك يا دكتور. طيب لو نظرت نظرة، ألقيت نظرة إلى الخلف على ماضي حياتك، هل هناك لحظات تقول في نفسك مثلا لو فرض وعاد الزمان كنت تغير مجرى حياتك، وفي أي اتجاه؟ لكي يجيب الإنسان على سؤال ينبغي أن يكون ذلك السؤال ممكنا، فما دام من غير الممكن أن يعود الزمان القهقرة ويعيد الإنسان حياته، فلا يمكن أن أتصور كيف أجيب على مثل هذا السؤال، لأنني لو اتخذت لنفسي مجرا آخر في الحياة لما كنت أنا، كنت أنا أكون شخصا آخر. عظيم. طب دلوقتي دكتور ناخد بعض أولا، سنك كم سنة؟ سني في 28 أغسطس الحالي يكون 64 سنة. عظيم. واتولدت فين؟ في مدينة السويس بمصر. في أنت سويسي الأصل؟ أنا سويسي الأصل. ماذا تذكر من مدينة السويس قديما؟ يعني ديني كده صورة من طفولتك في المدينة دي. والله الصور كثيرة، ولكنها كصور طفولة الأطفال المصريين جميعا، إنهم بيشبوا في بلد كله خضرة ولكنهم لا يروا الخضرة، بيشبوا في بلد كله خير وكل نعمة، ومع ذلك من سن 4 سنين بيروحوا الكتاب ويحفظوا القرآن وينضربوا، فالحياة بتبقى مريرة من أول الأمر. فذكرياتي عن السنوات إلا أقدر أتذكرها هناك
هي ذكريات الكتاب والشيخ اللي قاعد بالعصاية وحفظ سورة من القرآن كل أسبوع، والأسبوع اللي ما نحفظش فيه سورة من القرآن نحفظ مقامة من مقامات الحريري. ولكن هذا الشيخ بعصاته صنع طه حسين وصنع كثيرا من العلماء وصنع أيضا دكتور حسين مؤنس. والله إلى حد ما صنع جزءا مني، هو الجزء العربي الجزء الإسلامي، وهو خير جزء أعتز به. أعتقد أنه هو الجزء الأكبر في حياتك، لأنه حضرتك كنت أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة القاهرة والآن في جامعة الكويت برضو أستاذ تاريخ الإسلامي في هذه الجامعة. وإلى حين قريب كنت رئيس قسم التاريخ وتركت هذا المنصب لكي أتفرغ للتدريس. أظن عشت حضرتك فترة حافلة من عمرك في إسبانيا. أيوة، هناك معهد الدراسات الإسلامية في مدريد، وهو معهد أنشأته الحكومة المصرية لدراسة التراث الإسلامي في شبه الجزيرة الإيبيرية، وأنا ذهبت مديرا لذلك المعهد سنة 1957 ووضعت في، لأن تخصصي في الحقيقة من يوم أن تخرجت من كلية الآداب كان تاريخ الغرب الإسلامي، أي الغرب الإسلامي إحنا بنطلقه على خمس أقاليم، بنطلقه على المغرب، بنطلقه على البحر الأبيض المتوسط، وعلى صقلية، وعلى شبه الجزيرة الإيبيرية اللي هي إسبانيا والبرتغال، وبنطلقه على إفريقيا الغربية الإسلامية. ده الغرب الإسلامي، وأنا تخصصت في ذلك الميدان. فلما أنشئ المعهد كان لي حظ أن أنا أروح مدير له، ووضعت في ذهني من يوم أن ذهبت أني أنشئ المعهد، أبني معهد جديد. فما زلنا بحكومتنا المصرية الكريمة حتى أعطتنا المال اللازم وبنينا معهد جميل يعد الآن من معالم العاصمة الإسبانية، لدرجة أنه مثبت على الخرائط مثلا، وقمنا هناك بعمل كبير. طب في الواقع يا دكتور، أنه إسبانيا لدى أي إنسان عربي فضلا عن أي مفكر عربي لها جاذبية خاصة، ومأساة الأندلس والحضارة العربية الزاهرة في الأندلس قبل المأساة نفسها بيخلي إحنا لازم نبص نلاقينا رايحين على الأندلس مباشرة عشان نعرف إيه الحضارة العربية، لماذا تألقت في الأندلس كما لم تتألق في أي مكان آخر يمكن باستثناء بغداد. والله الأندلس له جاذبية لأسباب. أولا الأندلس هو من أصغر أبناء الأمة العربية، يعني الأندلس فتح سنة، ابتداء فتحه سنة 711 ميلادية، اللي هي سنة 91 هجري، يعني بعد فتح مصر مثلا بسبعين سنة، بعد فتح العراق، بعد فتح الشام، بعد فتح فارس بسبعين سنة. فهو جه في نهاية فتوح المسلمين في الاندفاع الأولى، وكان آخر الفتوح الكبيرة للعرب. المسلمين كمسلمين فتحوا بعد كده كتير، لكن العرب في فتوحهم آخر فتح كبير في الدفعة الأولى فعملوه هو الأندلس. يعني حتى القسطنطينية أو الأستانة فتحت على يد الأتراك، فتحت على يد مسلمين ولكن ليسوا عربا. وبعد كده العرب عادوا إلى الفتح مرة أخرى، مثلا العرب الجزائر حضرتك تعرف أنها فتحت في النصف الثاني من القرن الهجري الأول، لكن تعريب الجزائر تم على يد العرب الهلالية، ده فتح جديد اللي هو في القرن الخامس الهجري الحادي عشر الميلادي. العرب كمان بعد كده فتحوا السودان، شمال السودان كان بلاد مسيحية، فتحناها في القرن الرابع عشر، فتحها عرب رفاعة ومن انضم إليهم، وحولنا البلاد دي كلها إلى بلاد إسلامية.
نرجع للأندلس وأقول لك أنه من أسباب يعني تألقه وحب المسلمين له أنه أصغر أبناء الأمة العربية، وبعدين كمان هو الابن الوحيد الكبير اللي راح من الأمة العربية اللي فقدته الأمة العربية. المسلمين العرب فتحوا كثيرا ولم يفقدوا في من فتوحهم إلا إقليمين، صقلية والأندلس. فالأندلس بيترك في نفس المسلم والعربي ألم لأنه ضاع، لأنه فقد. وبعدين خلال المدة القصيرة اللي عاشها الأندلس، هو تم فتحه سنة 715 وفقد سنة 1492، يعني عاش كأندلس كده حوالي 8 قرون. فكونه فقد ده ترك ألم كبير، وفقد جزء جزء، مش مرة واحدة فتح يعني استولوا عليه منا، ده في ضاع في 4 قرون، فكانت ألم مستمر. وبعدين خلال 4 قرون الأولى من تاريخه كان متألق وكان زاهر وسبق غيره، سبق مثلا أقطار عربية أقدم منه فتحا. الأندلس قامت فيها الدولة الأموية المروانية على يد عبد الرحمن الداخل سنة 138-756، دولة مستقلة وأقامت كيان وأقامت ملك، بينما مصر الإسلامية لم تستقل إلا على يد أحمر بن طولون بعد كده سنة 254، يعني بعد كده بحوالي تقريبا قرن. فهو زي ما تقول هو الولد النجيب من أبناء الأسرة الإسلامية اللي مات مبكر، فده بيخلي في نفس العرب ألم على هذا الشاب أظهر نجابة وبشر بمستقبل، ثم كما يقال في التعبير العربي اعتبط شابا، يعني مات في ريعان شبابي. والله كلامك يا دكتور الحقيقة بيديني سحابة من الشجن، خصوصا انه كل الناس بيقولوا يعني ليس شيئا مبتكرا انه احساس ان مأساة الاندلس تتكرر الى حد ما في بعض البلاد العربية، وبالذات ما يحدث في لبنان. واذا كانت الحتة المأساوية في ضياع الاندلس ايضا انه فقد تدريجيا، فإحنا بنحسين إن إحنا بنفقد أيضا أجزاء من الوطن العربي تدريجيا، أولا فلسطين حيث إسرائيل، ثم تبدأ أيضا لبنان. فإيه رأيك باعتبارك رجل دارس تاريخ، هل فعلا مأساة الأندلس تتكرر الآن؟ والله شوف، أنا كنت دايما أقول للي بيبكوا على مصير الأندلس إن ما ضاع من مالك ما علمك، يعني إذا كان ضاع منك شيء واستفدت ثمنه تجربة أو عبرة فبرضو اسمه ما فقدش، في شيء برضو فضل منه. لما ابتدينا نشوف مأساة زي مأساة لبنان، طبعا مأساة فلسطين لها ظروف تانية خالص، لكن لبنان نفس المأساة اللي كانت حصلت في الأندلس، البلد فقد الضابط، فقد الوحدة، مش عاوز الوحدة لسبب ما أصيب، بتقدر تقول مرض سياسي مرض اجتماعي، الوقت طبعا ما يتسعش عشان أفسر لك لماذا ضاع الأندلس، وإحنا عارفين لماذا ضاع الأندلس طبعا. ولكن للي بيندهشوا جدا من ضياع الأندلس أقول لهم زي أنت ما قلت، شوفوا لبنان، بيقولوا إن لبنان بنوا في 25 سنة وضيعوا في 6 أشهر، يعني الأمم والدول بتبنى على خلق، على فكرة، على روح، على إحساس. إذا انعدم هذا الروح، إذا ضعف هذا الإحساس، بيحصل التخلخل، الضعف، التدهور. الأندلس ده حالة فريدة من نوعها في التاريخ. الأندلس العرب حكموا الأول بعد الفتح حوالي 43 سنة، حكم ولاة مضطرب،
حروب أهلية لحد ما جاء عبد الرحمن الداخل. عبد الرحمن الداخل أقام دولة وملك عربي أموي في غاية الصلابة والانتظام، استمر 3 قرون. سنة 399 قامت الفتنة، سنة 423 سقطت الخلافة، وبعد كده انتثر نظام الأندلس زي عقد، ضاع سلك العقد فالحبات راحت. سلك العقد كان إيه؟ كان الخلافة الأموية، وبعدين الخلافة الأموية ماتت أو انتثر عقدها وهي في ريعان شبابها في أوج قوتها. ليه؟ بسبب صدفة سيئة، إن الحكم المستنصر اللي هو التاسع أمراء بني أمية، خلفاء بني أمية، هذا الرجل كان خليفة وعالم وشخصية ممتازة، ولكن أنجب على كبر، أنجب أبو الولد اسمه عبد الرحمن وتوفي، وبعدين أنجب ولد اسمه هشام، ولأمر ما لسوء الحظ أراد أن اللي يرثه هذا الابن، فورثوا هذا الابن. لكن كما يحدث عندما يتولى العرش طفل فبيتولاه غير المسؤولين اللي واقفين ورا الطفل اللي ورا الستار، أكلهم كلهم واحد اسمه المنصور محمد بن أبي عامر. كان رجل قوي ذكي قادر طموح، لكن رجل لا أخلاق له، استبد، قضى على الرجال كل المنافسين، كل من يخشاه، أذل الناس، تجبر عليهم، أتى بجيش من المرتزقة وأضافوا إلى جيش البلد. فلما مات جيش البلد انقسم قسمين، جيش قسم بيحارب قسم، وحرب لا هوادة فيها. استمرت الحرب إلى أن زالت الخلافة سنة 423 زي ما قلت لك، وده حارس فريد من في بابه، لأن في العادة إن الدول بتتدهور بتتناقص بتتلاشى من الأطراف زي الدولة العباسية وليس من القلب. اللي حصل إن أهل قرطبة لما لقوا في فوضى كبيرة وكل خليفة يطلع يقعد 3 أشهر يقعد 7 أشهر يقعد سنة، واحد تاني وحرب أهلية، اجتمع رجال قرطبة برئاسة واحد أناني قصير النظر اسمه أبو الوليد بن جهور، وقرروا إلغاء الخلافة. فلما انتهى الغيت الخلافة يحصل إيه؟ الخلافة هي المحور، هي المحور اللي بتنضم إليه كل الأجزاء. فإفرض إن أنا رجل والي في ناحية من النواحي وضاعت نفس البيت المالك، ولائي هيروح لمين؟ فإحنا بنقول عادة إن أمراء الأطراف استبدوا بالأمر وضيعوا وحدة الدولة. لا، هي وحدة الدولة راحت الأول، هو ملقوش اللي ينضموا له. فدي حادث فريد من في بابه. وأحب أقول لك إنه هو ده اللي بيحصل في لبنان بالضبط. يعني في السنتين اللي فاتوا دول ما كانش صعب علي بالمرة إن أنا أشرح لطلابي كيف ضاع الأندلس، لأن يكفي إن إحنا نقرأ الجريدة بنشوف بلد تاني بيضيع. وعشان كده المثل اللي كنت بحتج بيها أنا أقول لهم ما ضاع من مالك ما علمك، أصبحت ما أقدرش أقوله لأن المال ضاع وما تعلمناش. وده ضاع بطريقة قاسية، وضاع بطريقة قاسية، ولكن إذا كان الإنسان ما بيطعش فالدروس تنفع إزاي؟ ده صحيح. طيب يا دكتور، يا ترى أهل إسبانيا الإسبان وهم بيشوفوا مظاهر الحضارة الإسلامية وآثار الإسلامية منتثرة متناثرة في أرجاء الأندلس وتعمل سياحة، يا ترى بينظروا لها نظرة شكلها إيه؟ بقول النظرة الوجدانية العاطفية، هل بينظروا لها كآثار
ناس كانوا غزوهم ناس غزاة بينظروا لها بكراهية ولا بينظروا لها بحب وباعتبار الآثار الحضارة اللي تركتها والعلوم ويعني نظرتهم إيه؟ ما تنساش أولا الناس دول كاثوليك، والكاثوليك إلى حد إلى تاريخ قريب يعني ما كانش بينهم وبين المسلمين ود كبير. طبعا تقدمت الأفكار والآراء في كل ناحية وخف العصب خفت العصبية الدينية، ولكن برضو هم كاثوليك. الناحية الثانية إن الإسبانيا الإسلامية، وبلاش نقول إسبانيا بنقول شيء بجزيرة إيبيريا، لأن إسبانيا والبرتغال، البرتغال الأخرى كان إسلامية وكثير جدا من عظماء البرتغال مسلمين. زي مين يا دكتور؟ زي مثلا ابن بسام اللي هو صاحب كتاب الذخيرة، الشنتريني اللي هو ابن بسام الشنتريني أبو الحسن علي صاحب كتاب الذخيرة، من أعظم المراجع الموجودة عندنا هو من شنترين اللي هي إلى شمال الأشبونة اللي هي الأشبونة. هذا شاعر برتغالي، ما يدرسوا تاريخ الأدب البرتغالي في البرتغال بيذكروا هذا ابن بسام. كمان بالنسبة لإسبانيا، مش العرب دخلوا وحكموا إسبانيا كشعب أجنبي زي الإنجليز ما كانوا في مصر. إسبانيا نفسها هي اللي بقت إسلامية، لأن كم واحد عربي دخلوا هناك؟ مهما توسعنا في التقدير مش أكثر من 50,000 عربي على طول التاريخ. 50,000 عربي مش معقول إنهم يغيروا يعني كل تكوين البلد، إنما البلد استعربت وأسلمت، الإسبان نفسهم أصبحوا مسلمين. عشان كده بتلاقي منهم واحد اسمه ابن مونتيل، مونتيل ابن مثلا باشكوال، باسكوال ابن سباريكو موجود، ابن قزمان، أسماء إسبانية تجدها داخلة في صلب الكتب التراجم العربية لعلماء وفقهاء، من مجرد إلقاء نظرة بتلاقي إن دول إسبان. ومع ذلك هم عرب، الراجل بيقول لك أنا عربي، فهي إسبانيا استعربت وأسلمت. فهم بينبصوا الفترة الماضية دي على إنها فترة من فترات تاريخهم. يعني إذا قلنا مثلا ابن حزم أبو محمد أحمد بن علي بن سعيد، ده من أكبر مفكرين، هو كمان من أكبر مفكريهم، وما حدش منا هنا ألف كتاب على ابن حزم في 5 مجلدات، في واحد إسبانيولي اسمه أسيم بالاسيوس ألف كتاب 5 مجلدات دخل به الأكاديمية اسمه ابن حزم القرطبي، درسوا فيه. خد محي الدين ابن عربي أكبر صوفي في تاريخ الإسلام، هو عندهم صوفي عربي صوفي إسباني، كتبه فتوحات المكية، الفصوص وما إليه من الكتب معتبرة من أصول الأدب الإسباني. خد أي واحد يعني، خد في الطب، خد مثلا أبو القاسم الزهراوي نسبة إلى مدينة الزهراء ضاحية قرطبة، أكبر جراح في تاريخ العصور الوسطى كلها، الرجل اللي كان بيعمل عملية استخراج الحصى من المثانة. يا سلام. ووصف هذه العملية، وكان مش بس بيعمل عملية، كان بيعمل أدوات الجراحة اللي تعمل بها العملية. اسمه ايه دكتور؟ ابو القاسم الزهراوي. الزهراوي ابو القاسم الزهراوي. وكانوا بيعملوا عمليات اياميها بدون بنج؟ لا كان في حاجات يعني احنا بنقول البنج، ما هو كلمة بنج يعني ايه؟ بنج ده نبات بيطلع في المغرب، اللي هو الانسان اذا تناوله بيغيب عن الوعي. كذلك كان فيه حاجات تانية كمان بياخدوها بيغيب عن الوعي. احنا النهاردة بناخد المخدر مدروس كمية وقدرا وبناخده ازاي، بس هناك كانوا بياخدوه من غير نظام. أي. كانوا بياخدوه، ومع كل معظم العمليات كانت بتعمل من غير ما نسميه بالبنك. لكن مثلا عمليات العينين مثلا لما واحد بيحب مثلا يستخرج علي بن النفيس مثلا والجراح العيون
بيحب يعمل عملية الكاتراكتة اللي هي بيسموها الماء المية السوداء أظن البيضاء والزرقاء المية الزرقاء كان بيعملها الراجل ده حاجات غريبة جدا. وفي كتب يعني في كتاب من كتب الرمد العربية اسمه المرشد في الكحل. الكحل يعني علم علاج العيون، عشان كده احنا بنقول جهي كحلها عماها يعني جهي عالجه عماه اساء العلاج. فهو ده الراجل مثلا في الكتاب ده اللي هو المرشد في الكحل ده تجد اربع طرق لاجراء عمليه الكاتاركت. الكاتاركت دي هي ازاله العدسه اللي بتتغبش فبيخرجوها. يعني مجمل الكلام أن الإسبان لا يحسوا بعداوة ولا بمرارة نحو التراث الإسلامي في الأندلس. والله بيحسوا بفخر كبير، لأن الآثار الإسلامية في الأندلس على قلتها آثار رائعة حتى بالنسبة لنا. يعني لما تيجي تقول مسجد قرطبة الجامع، ما فيش جامع زيه في عالم الإسلام كله النهاردة، ما فيش جامع زيه فريد في بابه في العمارة الإسلامية. إحنا بنفخر به وهما بيفخروا به، احنا بنقول ده جزء من العمارة تاريخ العمارة الإسلامية، هم بيقولوا ده جزء من تاريخ العمارة الإسبانية. احنا بناخد مثلا قصور الحمراء بنقول دي جزء من تاريخ العمارة بتاعتنا الإسلامية، هم بيقولوا ده جزء من تاريخ العمارة الإسبانية. فهم بيفخروا بيه وبعدين هم بيكسبوا منه. سياحة مزدهرة جدا. لو تعرف ان إسبانيا بتستقبل في السنة عدد سكان قد عدد سكان سواح. يعني إذا كانت إسبانيا 32-33 مليون دلوقتي بيجي لها 33 مليون سائح، منهم 30 مليون بيجوا علشان الآثار الإسلامية في الأندلس، لأن الباقي موجود في بلادهم. يعني يقول لك نشوف جامع كنيسة مثلا طليطلة، طيب ما عندهم في ألمانيا كنائس، في فرنسا كنائس، في إنجلترا كنائس، يعني بناقص كنيسة مثلا، لكن مش بناقص جامع قرطبة، مش بناقص قصبة ملقة، مش بناقص حدائق جنة العريف في غرناطة، لأنها دي لا توجد إلا هناك. يعني وطراز فريد، طراز فريد، وحتى مش موجود زيه في بلادنا. يعني مع الأسف شوف كل الحضارة اللي كانت في بغداد، فين بغداد؟ ما موجود من آثار بغداد القديمة إلا أشياء لا تذكر. قرطبة فضلة بالجامع بتاعها، فضلة بمنية الزهراء، فضلة بآثار بتكتشف لحد دلوقتي. يعني أنه الحقيقة من سوء حظ بغداد أنها ابتليت بالتتار، ومن حسن حظ قرطبة أنها لم تجد هؤلاء التتار. بالطبع، ولكن برضو تقدر تقول إن التتار لما هجموا بغداد كانت بغداد تقريبا نصف منهدمة، فات عليها عصور تدهورت فيها جدا وتخلف. طب يا دكتور، في المناسبة دي ونحن نتذكر الحضارة الإسلامية والفن الإسلامي، ممكن نسمع إيه من الفنون اللي الحضارة الإسلامية في الأندلس منحتها للفن؟ يعني نسمع أي موشح يكون عندكم كلها زي بعضها. املى المدام في الندامة حيث لا
جل وأراد الغير لا شيء. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عين، الحب تجلى وأراد الغير لا شيء. طب يا دكتور حسين إذا سمحت، وحضرتك قبل ما نسمع الأغنية الأخيرة هذا الموشح قلت لي إنه إذا كان في طابع أندلسي فهو طابع أندلسي ممزوج بطابع تركي. طب إحنا عاوزين نقف وقفة أمام الموسيقى الشرقية، دعاة الموسيقى الشرقية وأنصار الموسيقى الشرقية المتحمسين بيقولوا إن هذه هي موسيقانا العربية، بينما في ناس بيقولوا إنها موسيقى تركية. وسيادتك فرقت بينها وبين الموسيقى الأندلسية التي تعتبر موسيقى عربية خالصة، فإحنا فين؟ يعني عاوزين نعرف موسيقانا دي أصلها إيه؟ يعني هل دي الموسيقى العربية القديمة من أيام المغنين العظام في بلاط هارون الرشيد والتسلسل الذي حدث، أم هي موسيقى تركية لا علاقة لها بالموسيقى العربية أم ماذا يعني؟ شوف، الموسيقى من بين الفنون هي الوحيدة التي يحتضنها الشعب. يعني إذا قلت التصوير، إذا قلت الأدب، إذا قلت النحت، أقول لك إنها كلها فنون لها جانب كبير أرستقراطي. الموسيقى هي دائما فن شعبي، لأن الجمهور بيحب يسمع، ولا تنجح الموسيقى إلا إذا نبعت من الجمهور، من الناس. الموسيقى الكلاسيكية الأوروبية، يعني لما توصل حتى لبيتهوفن وموتسارت وباخ، بتجد إن دي طلع من موسيقى الكنائس، وإنها الصورة المهذبة العلمية المنمقة لموسيقى شعبية. الموسيقى العربية، العرب في الجاهلية ما كانوش يعرفوا إلا فن واحد من الموسيقى وهو الحداء، غناء جميل على وتيرة واحدة بيغنى لكي يعبر عن نفس حزينة مليئة بالألم من التشابه في الحياة، يغنوها للجمل وهو ماشي في مسافات طويلة، وهي مع ذلك موسيقى جميلة لأنها صادقة، وكل ما هو صادق فهو جميل. لما انتقل العرب إلى في مراتب الحضارة، وأنا لي رأي في مسألة إن العرب أخذوا من غيرهم عناصر حضارية تكونت منها فيما بعد حضارتهم، أنا بقول إن النفس العربية نفسها ظلت مستقلة بنفسها، ظل العنصر الفكري الروحي العربي قائم على طول التاريخ، وانتقل من العرب إلى غير العرب، إلى المصريين، إلى الشاميين، إلى العراقيين، يعني عن طريق الانتساب إلى الإسلام، عن طريق الانتساب إلى الشجرة النبوية الكريمة، عن طريق الإعزاز للرسول صلى الله عليه وسلم، عن طريق حب القرآن الكريم، يعني عناصر عربية ظلت مستمرة لحد يومنا هذا، بدليل إنك بتجد رجل لا يفهم آية من آيات القرآن لكن يطرب للقرآن. وشوقي قال: كما لذ على الكفر كلام الله للمشرك. ف
فالموسيقى العربية لما انتقلنا بقى للدور ده، طبعا احنا اخدنا لما العرب استولوا على مصر، دخل الشعب المصري بحاله بموسيقاه بأغانيه بكل حاجة، دخل في ده لأن كل شيء تغيره إلا الموسيقى. ممكنش النهاردة إنك تقول بطلوا سماع موسيقى عربية وابتلوا يسمعوا موسيقى أوروبية. كذلك العرب أخذوا الشام وشعب الشام بموسيقى، شعب العراق، شعب إيران، دول كلهم دخلوا في المنطقة العربية تحت السلطان الثقافي والفكري العربي، فموسيقاهم لازم كانت تتطور أو تتغير التغير اللي يخليها داخلة في إطار الثقافة الإسلامية العامة. فإلى جانب الحداء ظهر نوع تاني من الموسيقى، ما نقدرش نقول إنه مصري أو إيراني أو عراقي أو شامي، موسيقى تقدر تقول سريع موسيقى المسلمين، ما بقولش الموسيقى الإسلامية لأن كتير إن نحسب ننسب للإسلام كإسلام موسيقى، لما هي موسيقى الشعوب الإسلامية. فاتهضمت كلها وبقت في تيار واحد، بقت لها لون واحد. دي الموسيقى اللي بيكلمنا عنها أبو الفرج الأصفهاني، يقول لك هذا الصوت يغنى بالخنصري والبنصري وكذا، واللي غناها كبار المغنيين زي إسحاق الموصلي، زي ابن المعتز، زي معبد، من إليه، يعني دول غنوها. هي عبارة عن موسيقى زي ما بتقول موسيقانا النهاردة اللي بنسمعها، دخل فيها عناصر أوروبية كثيرة، ولكن في أثناء دخولها اديناها الطابع بتاعنا. لما تسمع موسيقى أدخلها مثلا محمد عبد الوهاب في الموسيقى العربية، تجد إنه ما أخدهاش كده زي ما هي وحطها، إنما يمكن ما خدش حاجة بالمرة، يمكن هو ودنه تأثرت بنوع من النغم أو من نوع من التنغيم حطه، أو بنوع من الرذم اللي هي الإيقاع فأدخله، يمكن لقى آلة أدخلها، الآلة بتيجي بصوتها بنغمتها. فالموسيقى العربية العرب كان عندهم ما فيش إلا الرباب والمزمار في العصر الجاهلي. إحنا أحصينا من آلات الموسيقى العربية حوالي 154 في مهرجان. 154 آلة؟ يعني في مهرجان إيه؟ مهرجان الإسلامي اللي أقيم في لندن من أبريل إلى أغسطس الماضي. هذا المهرجان كان فيه معرض من معارضه اسمها المعرض الموسيقى، معرض الموسيقى، كان فيه زي 154 آلة، ما بين آلات وترية، ما بين آلات نقر، ما بين آلات نفخ، ما بين آلات طبل، يعني مختلفة جدا. فكل آلة بتخش بنوع من النغم، زي ما أدخلنا الفيرونسيل أو الكونتر باس، زي ما أدخلنا مثلا الأرغن اللي بيسموه دلوقتي الأورج، دخل غير في طعم الموسيقى اللي بنسمعها وإداها رنين آخر. يعني إذن الموسيقى مجال تلاقح كبير. عشان كده يعني لما تيجي تقول إن الموسيقى اللي كان بتغنى في بلاد هارون الرشيد هي إيه، إحنا نفسنا ما نعرفش، حاولنا إن إحنا نكونها. وفي أستاذ سوري اسمه حقي حاول وعمل مجهود إنه يكتب الموسيقى العربية القديمة أو الموسيقى العربية بتاعت عصر الرشيد أو موسيقى الموشحات، جهد مشكور. ولكن إذا سألتني 100% هي دي، أقول لك والله مستحيل، إنما جهد، وإحنا بنحب كل جهد، وراجل اجتهد وراجل عمل يعني جيء. فلما تقول مثلا الموسيقى التركية، هي إيه الموسيقى التركية؟ هل الأتراك جم من بلدهم وبلادهم هي صحاري القرغيز وما إلى ذلك بموسيقى منغمة بهذا الشكل؟ هم تلاقي جم بآلات جديدة، تجدوا جم بإيقاع، تجدوا بنوع من الأصوات، لأن أنت عارف أن في فرق كبير جدا في طريقة الصوت ومخارجه عندنا في اللغة العرب في العرب
وصوته مخارجه في أوروبا. في أوروبا مثلا بيقول لك الواحد بيغني من الحجاب الحاجز، يعني كل الصدر، الفراغ الصدري. عندنا المغني بيغني من بقه بس، يمكن من حنجرته وبقه، تجد صوته صغير. الحاجة اللي احنا بنحبها في الموسيقى في الصوت عندنا هو الصوت المشروخ أو المبحوح. هم يكرهوه، ما بيحبوا الصوت المعدني اللي احنا بنسميه صوت أوبرالي. فهو بيخش الحاجة بنوعها، فهم جابوا أنواع من الأصوات اللي أصوته، أنواع من الآلات، لكن اجتهدوا بقى في أنها تخش في إطار الثقافة العربية العام. فلما تعرف مثلا البشرف أو الدور أو المقام، بتجد إنها مثلا سماعي عاصم به بنسمع عليه والحاجة زي كده، بتجد إن برضو الأذن بتاعت العربي بتحب تلات أرباعه، في ربع ما بنحبوش، ولكن على العموم التلات أرباع كفاية. وإذا استمروا الأتراك شوية يعني كمان كان موسيقاهم هتبقى زي موسيقانا تمام، يعني هتخش أخرى بالكامل يعني. يعني هي عملية متشعبة وليس من السهل وضع ضوابط علمية لها يعني، وليس من الضروري مش من الضروري. لأن لما أقول لك هعمل النهاردة حفلة وأجيب لك أدوار كانت بتغنى في بلاط هارون رشيد، وأكل لك إنك مش هتسمع نص ساعة لأن فات الزمن، بدليل إن إحنا النهاردة لما بيقولوا لنا هنسمعكم ليلة من صالح عبد الحي بنقول لأ. لا يعني مش ضروري لكي تنتشر في الأسماع، وإنما لكي تكون في دواوين العلم يعني علميا نبقى معروف. علميا تعرف في الأندلس يعني النهاردة موجود في إسبانيا فرق علمية، في أوروبا كلها علموا يعني، لكن يخصنا إحنا الأندلس إسبان بيعملوا فرق بتجيب الآلات القديمة وتغني الغنى القديم. وأنا سمعت مرة حفلة موسيقية كاملة معمولة من نغمات كانت بتغنى أيام المسلمين وعلى آلات أيام المسلمين. اللي هي النغمة المسمى إيه؟ لا ما لهاش اسمه، لكن هو يعني جم فرقة تخصصت في هذا. لا يعني كنت عاوز أسأل، في نغمة أندلسية مشهورة كأنها الليالي زي التقسيم كده، الأولي والحاجات دي. لا هي شوف، هي في الحقيقة هي الليالي في كل الموسيقى العربية موجودة، يا ليل، ودي ضروري لأنها هي زي ما تقول المغني زي الموسيقيين ما بيزبطوا آلتهم بيعودوا يدندنوا الأول، المغني كمان عشان يزبط صوته بيضطر إنه يقول مقدمة كده يا إما يا ليل، ويقعد ينغم فيها لحد صوته ما ينضبط وبعدين يغني. طب في رأي حضرتك يا ليل يا عين اللي بتسبق التقسيم، يعني التقسيم اللي باستمرار يا ليل يا عين، ايه ارتباط الليل بالعين؟ يعني في اصل علمي لهذه الموضوع؟ والله اللي انا افتكره هو طبعا استاذنا حقي يحيى حقي عمل رواية يا عين يا ليل يا عين، وعمل اسطورة جميلة البنت اسمها ليل والولد اسمه عين وحبه بتاع، وهي حاجة لطيفة يعني اللي عملها. ولكن هي ليل عين زي ما تقول هي نوع من التنغيم زي يلا للي أمان، نوع من الكلام اللي تقدر يقوله المغني أمان أمان أمان. أيوة، لكن ليه اختيار العين بالذات؟ ما كان ممكن يقول يا ليل يا ليل؟ والله العين بلأنها هي بتشوف الحب وبتبكي، فيعين يعني في حتى في الأندلس في شاعر اسمه العين جودي، لأنه كان كل شعر يقول لك يا عين جودي بالدمع يعني جاية. وهو الماضي بتاعنا حزين إن جيت لحقنا، يعني تبص في الشعر العربي، تبص في الأدب العربي، الفكر العربي، تجد مسحة من الحزن حقيقة غالبة عليه. يعني أنا دايما ألاحظ كده، وحتى الفن الإسلامي تجده يمكن فن جانب كبير منه فن الموت أو ما بعد الموت. إزاي يا دكتور مع أنه
يعني يكاد لا يبدو هذا إطلاقا. يعني الزخارف العربية لا تحمل أبدا معنى الموت. لا بتحمل. أنا أقول لك تعرف السجادة العجمي اللي بتشوفها هي عبارة عن صورة للجنة. يعني في الحقيقة أصل السجاجيد العجمية النقوش اللي عليها دي هي طريقة لرسم تصور للجنة. بتجد فيها أشجار، بتجد فيها مجاري مياه، بتجد فيها ظباء، بتجد فيها طيور، كلها معمولة بالنسيج، ولكن هي في الحقيقة هي صورة الجنة. وموجود لحد دلوقتي من السجاجيد الإيرانية القديمة جدا الأصيلة بقى اللي تساوي ملايين رسم للجنة وأنهار الجنة. فتجد حقيقة ده تطور، يعني بقت سجادة، أي بقت سجادة عندنا، لكن تصورنا القديم المسلم يحب دايما يتصور الجنة. والزخارف اللي انت بتشوفها دي هي عبارة عن صور فواكه، أوراق شجر، وحي من القرآن بس مطورة طبعا كامل. لكن الفكرة الراقدة فيها هي في الحقيقة الراحة، الجنة، لأن بحسب الإحساس الإسلامي ما فيش راحة، ما فيش خلود، ما فيش اطمئنان إلا في العالم الآخر. عشان كده مثلا أضرب لك مثل صغير، إن إحنا بنقول الروضة بنريد القبر، يقول لك الروضة الشريفة هو قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن إحنا الرسول لابد أنه في الجنة. والمسلمين لما بيحبوا يعملوا حديقة زي مثلا حدائق إصفهان، زي حدائق الأندلس، تجدها أماكن صمت، سكون، أسوار عالية، أشجار، وتجد الزهور اللي موجودة كلها زهور توحي بالخلود بالعالم الآخر. تعال بقى أشوف مثلا حدائق زي الحديقة الفرنسية تويلري فرساي، شوف تجد إنها عبارة عن مظهرية كده، فيها دنيا، فيها ألوان أزهار مختلفة، فيها كباري، فيها خمائل، يعني للحياة. هنا أحب أعود، لكن الجنين العربية هنا أحب أموت. دي وجهة نظر خاصة جدا يا دكتور، معرفش يعني هو تأمل يوضع تحت عنوان الخصوصيات جدا في عالم التأمل. لا هو ده حقيقي يعني الفن الإسلامي. لا معرفش يعني هو الزخارف الإسلامية هي في الحقيقة بتاع التأمل مش بتاعة رؤية. يعني انت بتشوف ده بتدي بهجة. يعني ده انا بقول معرفش، انا يمكن رأي حضرتك، حضرتك عالم كبير، لكن انا مجرد اثارة للموضوع، باثير الموضوع. يعني الزخرفة العربية هي زخرفة ما فيهاش عمق شديد، وانما هي بتعمل لون من البهجة في توافق الألوان وتوافق الخطوط، وإنها متسقة بشكل معين ومكررة بشكل معين وإلى آخره. يعني وحتى الفنون الإسلامية هي فنون بهيجة في الموسيقى، في الزخرفة، في معرفش. أنا ما بحسش حتى السجادة العجمي اللي حضرتك بتقول عليها وتشمل الجنة، فهي في النهاية الجنة هي صورة من الحياة المثالية. الجنة حياة في صورة مثالية، يعني أرض وزهور ونبات وأغصان وأشجار، لكن في صورة جميلة. لكن هي في صورة جميلة قطعا، ولكن هادئة وقورة ما فيهاش تبذل. بتجد هي الصورة الجميلة اللي أعطاها القرآن الكريم للحياة في الجنة. وتقدر تقول هو احنا عندنا نوعين من الفن بقى، وحتى في الأندلس موجود الموسيقى العربية الأصيلة اللي حداء، وبعدين طلعت الموسيقى الزريابية اللي هي الكلاسيك بقى، الموسيقى العلمية المعمولة. الحداء ده طلع منه الزجل، طلع منه الموشح، لأن ده موسيقى الشعب. التاني الموسيقى الزريابية،
طلعت منها بقى الموسيقى اللي كانت بتغنى في قصور الأمراء للخلفاء. وتجد أهدي الموسيقى بقى اللي يمكن مثلها هي اللي كانت بتغنى عند هارون الرشيد. لكن شوف بقى الفرق بين هذه الموسيقى والموسيقى اللي بتغنى في مولد فيها سقف وفيها زيطة وفيها غنى. طب لو حابين نقف وقفة دلوقتي يا دكتور بعد هذا الاستطراد التحليلي القيم، تحب تسمع موسيقى توصف بأنها موسيقى زريابية ولا موسيقى حدائية نسبة إلى الحداء؟ والله أقولك يعني في الحقيقة إن الواحد قد كده الإذاعات بتاعتنا كلها بتقول موسيقى إلى درجة إن لما تيجي تقول لي عاوز تسمع إيه دلوقتي أقولك مش عاوز أسمع حاجة. ليه؟ لأن في الحقيقة أنا غصب عني بسمع طول النهار. مش الناس في بلاد تانية لما تحب تسمع مزيكا تفتح الراديو، عندنا نفتح الشباك فتهجم عليك الموسيقى من كل ناحية. ولكن أنا يعني اللي أحبه في الحقيقة في الموسيقى هي مثلا الأغاني المرتفعة المستوى لفظا ونغما. دكتور حسين مؤنس، في الحقيقة كنا عاوزين نستطرد معك في موضوعات بيغريني جدا ان انا اطرقها، النفسية العربية، الحضارة الاسلامية، الوحدة العربية، حاجات كتير، لكن اعتقد انه المجال لا يتسع الى ان احنا نسمعك بهذا الاستطراد الجيد الدقيق. لكن انا اعلم انك رحلت كثيرا، اي انك رحالة، وانا اعتقد انك مغرم بابن بطوطة وانك بتعمل فيه بحث او كتاب او شيء من هذا القبيل. فاذا افترضنا انك ابن بطوطة معاصر، فارجو ان تقف بنا عند بلد وعند حادث معين تذكره. اولا ما يمكنش واحد يبقى ابن بطوطة تاني. ليه؟ لان ابن بطوطة ربنا خلقه علشان يبقى رحالة. ده إنسان ولد ليكون رحالة، طلع من بلده سنه 22 سنة هجرية وقعد يلف في العالم، قطع حوالي 160 ألف كيلومتر. مركز رحلاته الحجاز، يلف ويرجع يحج 6 مرات، قبل ما يحج 7 زهق أو تعب فرجع. ممكنش يكون ابن بطوطة تاني. وإحنا أغراض رحلتنا النهاردة غير أغراض رحلة ابن بطوطة. إحنا بنرحل لأغراض معينة، يعني بتروح إسبانيا أو لكي تقوم بعمل علم، بتروح باريس لتحضر مؤتمر أو لتدرس، بتروح المغرب لتقوم بمهمة تدرس في الجامعة أو حاجة زي كده. فأنا بطبيعة الحال قمت برحلات كتير خالص. أنا طبعا مجرد تشبيه يعني. لا هي جميلة منك يعني، وادتني فرصة ان انا اقول حاجة على ابن بطوطة يعني برضو يعني. وبعدين يعني من البلاد الجميلة يعني اللي انا احب ازورها باستمرار المغرب. المغرب بكل اجزائه يعني. انت زرت يعني، خليني احور السؤال، ايه البلاد اللي انت ما زرتهاش؟ والله يعني انا ما فيه بس استراليا ونيوزيلند فقط، هذا الجانب المنزوي من الكرة الأرضية. وبعد كده الكرة الأرضية كلها طرقتها. والله في الحقيقة يعني يعني رحلت كتير، لكن مثلا ما أقول لك زرت الولايات المتحدة، مش زرت كل بلد فيها. لكن طبعا زرت يعني. المغرب مثلا بأجزائه كلها يعني، بليبيا، بتونس، بالجزائر، المغرب، بموريتانيا، مالي يدخل فيها يعني. ولكن اللي قضيت فيه أكتر بحكم يعني الدراسة هو المغرب الأقصى، المملكة المغربية. وده بلد جميل جدا، جميل بمناظره، جميل بناسه، جميل بموقعه، بتاريخه. فلما كنت في إسبانيا كنت كثير الذهاب إلى المغرب، إما بنفسي أو مدعو لإلقاء محاضرات أو لحضور مؤتمر. عفوا فكرتني بحاجة دكتور بمناسبة المغرب، معلش عفوا للمقاطعة، وقريت لك حاجة حادثة حصلت لك في المغرب لطيفة جدا.
لو تكون رفيق بالنسبة لهذا التسجيل وتقولها لنا يبقى ظريف جدا. أظن أنت بتشير إلى اليوم اللي أرغموني فيه على أني أبقى طبيب وطبيب مولد، طبيب نساء يعني، حتى مش طبيب عادي، لا مش طبيب أمراض بطنة يعني. هو كنا في حافلة، حاجة اللي بنسميها أوتوبيس متنقل، ونزلين من طنجة رايحين الرباط، وإحنا قاعدين واحدة جالها المخاط، زعقت، طبعا الحافلة ركنت عند قرية صغيرة كده، وشالوا الستة ونزلت هي مش عارف، وحطوها وقالوا ده حكيم حكيم. فكان أنا كان معايا زميل وهو بيتكلم بيقول لي يا دكتور يا دكتور يا دكتور، قالوا معانا دكتور تعالى يا دكتور والست. قلت لهم أنا مش، قالوا ما فيش كلام من ده. أمال دكتور إيه؟ دكتور يعني تولد. ففي الحقيقة إحنا والراجل يعني كان راجل شرير كده، واعتبروا بقى إن ده تخلي حاجة. قعدت طبعا أنا وصاحبي قال لهم ده مش حكيم. قعد واحد قال طيب حتى مش حكيم أحسن من الداية. فقعدنا نتلكأ ونكسل ايدينا وكل حاجة، وبعدين الست حطوها، وطبعا الراجل جوزها. لكن هل لم يكن هناك مفر امامك من اجراء ما فيش، لما ما كنتش تقدر تتخلف؟ ما كنتش اقدر اتخلف، هم اعتقدوا ما دام صاحبك بيقول لك يا دكتور انك انت دكتور وما انتش عاوز تشتغل، يعني افرض انك حكيم عينين ما تقدرش تولد يعني دكتور، وما دام دكتور خلاص. فجينا من وبعدين قلنا هنعمل ايه بقى، مسألة ما فيش منها. فدخلنا ومن حسن الحظ يعني غسلت ايديا، كان في مية كده جابوها وبتاع، وقربت من الست ولدت. ربنا سهل. فأصبحت أنا الحكيم فعلا. ده الحكيم شاطر كمان. طيب لأن الولد نزل وزعق ووأ وكل حاجة، والناس تقول لي مبروك ومتشكر جدا وكل حاجة، وأنا بحمد ربنا. قلت لأخينا ده اللي وياه لما رجعنا بقى في البتاع دي في الأوتوبيس، اوعى تقول لي دكتور تاني، قول يا شيخ حسين ولا حاج حسين وخلصنا. طب يا دكتور أنا هخرج على المألوف واسألك أنت، نختم هذا البرنامج بإيه؟ والله نختمه بإن احنا نكلم إخواننا العرب كلهم ونقول لهم إن احنا بنمر بظروف سيئة جدا، ومع الأسف الشديد الزمن تغير وأصبح لا يتسع للخلاف ولا للعبث ولا للرجوع للوراء، وإن إحنا جاء الوقت بقى اللي ننضج ونبص للمسائل بجدية وباهتمام وبعد نظر، وإلا حنضيع، لأن إذا كنا متصورين إن إحنا ما نضيعش نضيع، وتدسنا الأقدام وننتهي إذا استمرينا بطريقة النوم خلافات اللي احنا بنعملها. نرجع تاني نفتح عينينا نبقى رجالة جديرين بماضينا، وإلا هنضيع. وأنا بقول إن الأمة إذا مشيت بالطريقة دي فما فيش أمل كبير. الأمل موجود، بس نكون جديين في عملنا، نعرف ان قوتنا في وحدتنا، قوتنا في المحافظة على بلدنا على ارضنا، قوتنا في جديتنا في استعدادنا للتضحية، وبين احنا نكون واقعيين وفاهمين الحياة، وكفاية طفولة وكفاية ضيع وقت ومال. سهرة مفتوحة
يقدمها طاهر أبو زيد.